السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديالي ان شاء الله يلقاكم في احسن حال. اليوم جيت نشارك معكم واحد الشيوه سان ديليس سورتو بور لي زونفون، كتعجبهم بزاف الدراري الصغار. هنا كنحتاج 200 غرام تاع الفرماج، جوج بياض البيض، وثلاثه المعالق ديال الكبار ديال الدقيق. كناخذ البياض البيض وكنضربو بحال هكا تاكيلو ليا بهالطريقه. ومن بعد كندير عليه الفرماج وكندير عليه الدقيق والخميره، ندير 7 غرام. هنا لو بغيتي ديروا الفرماج موتزاريلا حكوها مزيان وديروها حتى كتجي لذيذه بزاف. صافي، كن بياض البيض ديالي كنديرو هنايا، كندير عليه الفرماج والدقيق وكنخلطوها هكا مزيان شويه. ومن بعد نوريكم الطريقه ديال كيفاش. وهنايا ملي كنجمعو مزيان كنجمعهم في لا شابلوغ هكايا. صافي، كنديرهم في المقله ديال الزيت تكون سخونه، ما تكونش زيت بارده. صافي، نخليهم يطيبو على خاطرهم. صافي، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديال كي كيجي. هو الشكل النهائي ديال الكيكيجي، صراحة كيجيو بلداد زوينين. قدموا وليداتكم علاش اللي في شهر رمضان. لا تشوفوا الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تعملوا لايك، ونقول لكم في الفيديو القادم ان شاء الله.